بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا الفيديو الجميل، أرجو من حضرتك إنك تتابع هذا الفيديو الآخر وصدقني هتستفاد منه إن شاء الله. أولا لا تنسى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين. أوكي، هذا تذكير لي ولك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بيقول لك هنا دايما أسئلة السات، وفيها بعض اللي هي التركات الخدع في الرياضيات اللي انت ممكن تتعلمها عشان تسهل معاك في لو انت عندك امتحان او عندك اي حاجة محتاج حتى تعلم حاجة لأولادك. صدقني الفيديو ده هيفيدك جميل جدا 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 جدا. السؤال الاولاني نبدأ بيه عشان ما اطولش على حضرتكم، بيقول لك ان at what time on a clock will the hand form an acute angle formed of 60 degree. بيقول لك عند الساعة كام ان حضرتك هيبقى فيه العقارب بتاع الساعة هتعمل زاوية بيكون حادة وقياسها 60 درجة عند الساعة كام بالظبط. طبعا حضرتك عارف وكلنا عارفين ان الساعة بتلف لفة كاملة بتعمل كام درجة؟ 360 درجة. يعني انت عندك ال 360 درجة دمت بيعملوا كام؟ 12 ساعة. حلو، طب ما تعال شوف الساعة الواحدة فيها كام درجة. لو انت جيت قسمت 360 على ال 12 هيديك الساعة الواحدة فيها كام درجة، صح؟ حط الصفر و 36 على 12 فيها كام؟ فيها ال 30 درجة، يعني الساعة الواحدة بتعمل 30 درجة، صح كده؟ طب انت عندك كام درجة هنا؟ عندك كام درجة؟ عندك 60 درجة، يبقى انت عاوز ساعة في ال 60 درجة ده هما فيهم كام ساعتين؟ ما انت عندك 30 درجة بيعملوا ساعة، وكمان 30 درجة يعملوا كام؟ يعملوا ساعة، صح؟ يعني هو 30 زائد 30 ده هنا 60 درجة، وهنا ساعة زائد ساعة 2 ساعة، أوكي؟ يبقى عند الساعة كام؟ عند الساعة 2، يبقى 60 درجة هتكون عندها الساعة كام؟ هيكون عندها الساعة 2، يبقى الاختيار بتاعي اللي هو اختيار إيه؟ اختيار باء بكل سهولة وبكل إيه؟ بساطة، ماشي؟ تعال نشوف بعد كده بعض التركات. انا عندي عاوز اجيب الجذر التكعيبي لهذا الرقم بدون استخدام اله حاسبه ودون اي حاجه. هتعمل ايه؟ الارقام كلها اللي هي متكونه هنا تجمعها كلها مع بعض، اوكي؟ يبقى تقول 1 زائد 7 زائد 5 زائد 7 زائد كام زائد 6. جمعت الارقام ديت كلها اللي موجوده عندك، اوكي؟ يبقى انا جمعت ايه؟ جمعت الارقام الموجوده عندي دي كلها بكل بساطه وبكل سهوله. طبعا انت عندك هنا 7 و7 14، 14 وعندك هنا 6 ده 20، 20 25 26، يبقى هيطلع ان هو الناتج 26. لو جت حضرتك عملت الحاسبة هيطلع 26. لو جت اتأكدت حضرتك وضربت 26 في نفسها 3 مرات ان شاء الله سبحانه وتعالى هيديك الناتج، وشوف الناتج وقول لي هيطلع معاك صح ولا لا، ما في اي مشكلة. اوكي، تعال نشوف السؤال الثالث. بيقول لك هنا نفس الطريقة بالظبط، نفس الطريقة هتقوم قايل 1 زائد 9 زائد 6 زائد 8 زائد كام زائد 3، ما في أي مشكلة خالص. ده عندك هنا 8 وده 1 هنا 9، 9 و 9 18، 18 وعندك هنا 3 21، 21 وعندك هنا كام 6، يبقى 27. هيطلع الناتج هنا 27، وجرب وشوف وقول لي هيطلع صح ولا لا. السؤال الرابع من الأسئلة الجميلة جدا محتاجة منك ذكاء، أوكي؟ طبعا ما فيش فيها أي حسبة، محتاجة إلا معلومات أو تشغيل دماغك. if x and y are positive integers، أوكي؟ يعني ال x و y أعداد صحيحة موجبة. and 2x minus 4y equal 3 then find 16x over 216 باور اكس اوفر 256 باور اوف واي. حلو، انا عاوز دلوقتي اجيب قيمة 16 اس اكس مقسومة على 256 اس واي، واعطيني هو هنا معلومة حاجة تفيدني هنا، قال لك ان 2 اكس ناقص 4 واي بيساوي كام؟ 3. حضرتك انت ما تحاول تبسط العدد ده هوت وتوصله لصورة بسيطة كده، استخدم كده الأسس. الستاشر ديت ممكن تبقى كام أس كام؟ ليه 4 أس 2. حلو، ال 256 كام؟
كم في كم؟ 256 يا سيدي الفاضل، اللي هو بيساوي 4 أس 4. 4 أس كم؟ 4 أس 4. ابدأ عوض كده بقى، شيل 16 يعني 4 أس 2، طبعا هنا اكس يبقى 2 أكس، اوكي، على 256 اللي هي كام؟ اللي هي 4 أس كام؟ أس 4، هنا واي، يبقى 4 ايه؟ 4 واي. طبعا انت عارف قاعدة اللي هو بتاع الأسس بتاع انت عندك الأساس، نفس الأساس تحط الأساس زي ما هو وتطرح مين؟ وتطرح اللي هو الأسس، يبقى 2 إكس ناقص كام؟ ناقص 4 واي. كلام جميل وكلام ما فيه أي صعوبة خالص، حلو. طب ما انت عندك معلومة هنا في المسألة، 2 إكس ناقص 4 واي بكم قيمتها؟ بيساوي 3. ما تشيلها كده وحط 3، يبقى 4 أس كام؟ أس 3، اللي هي بتساوي كام؟ 64. يبقى قيمة هذا المقدار أو هذا التعبير طلع كام؟ 64. بكل بساطة وبكل سهولة، ما في أي مشكلة خالص. تعال نشوف مثال آخر. بقول لك هنا من الأسئلة الجميلة جدا، طبعا ما ينفعش تستخدم فيها حتى آلة حاسبة، ومن الأسئلة اسمها أسئلة السات أو الأي كيو تيست. What is the unit digits of the 9 for the power 209؟ بيقول لك ما هي رقم الأحاد للرقم دوت اللي هو 9 أس 209. انت لو جت عملت 9 أس 209 الآلة الحاسبة عمرها ما تطلع خالص، انت هتعمل ايه؟ ما تشغل دماغ حظك كده. اما اجي اقول لك 9 أس 1 بكام؟ ب9. كلام جميل. طب 9 أس 2 بكام؟ ب81. طب 9 أس 3 بكام؟ 9 أس 3 يعني 9 ضرب دوت في 9، يبقى ده 9، 9 × 8 ب72، صح كده؟ يبقى 729. لو انت جيت تبص، اما كان عندك هنا الأس فردي، عدد فردي، كان الناتج بيطلع كام؟ 9. حلو. طب اما الأس عندك زوجي بيطلع كام؟ بيطلع 1. شو من الأس فردي بيطلع كام؟ 9. وعندك هنا 9 أس 209 يعني عدد فردي، صح؟ الباور هنا، الأس هنا عدد فردي، فيطلع الأحد هنا كام؟ 9. يبقى الأحد أو اليونتس ديجيت هيكون كام؟ هيكون هنا بيساوي 9. جمعت لك بعض الأسئلة الجميلة جدا اللي فيها بعض الأفكار الجميلة، ممكن ما كنش عدت عليك قبل كده أو ممكن عدت عليك من باب التذكرة. إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.